الحمد لله تعالى وبركاته. دونك انا الصراحه تفاجات بهذا الحفل. تنشكروا السي عمر، تنشكروا جمعيه الامن الرعايه الاجتماعيه بولاد، تنشكروا السلطه المحليه، رئيس الجامعه العربيه الغربيه، رئيس جامعه ودابري، باقي الجمعيات وباقي الشركاء، الدكاتره الاجلاء، الطاقم الصحي ديال المركز الصحي ودابري، الاستاذه سميره رئيسه شركه مؤسسات الرعايه الصحيه الاوليه، واشكر الجميع اللي ما ذكرتوش. دونك انا تنبغي مره اخرى نشكر الجمعيه واعضاء هذا التنظيم، هذا الحفل ديال تكريم الدكتور بدر بن علي على المجهودات ولا الخدمات اللي قام بها للساكنه ديال وادي منين، جامعات وادي منين والجامعات المجاوره. وكما تعرفوا يعني في قطاع الصحه فهو تيعاني يعني واحد الاكراهات اللي هي تزايد الخدمات الصحيه والطلبات. عندنا واحد الاشكال ديال عزوف الاطباء على الاشتغال بالقطاع العمومي بشكل عام والالتحاق بالاقليم تازا بشكل خاص، ويعني ولاو تيفضلوا يسدوا هاد يديروا القطاع الخاص او يديروا الاختصاص او يخدموا بهاد لومود ديال الكونترا. وفي هذا الصدد يعني الجماعه والمندوبيه وتحت اشراف يعني السلطه المحليه وشخصيه العام الاقليمي مشكور يعني داروا هاد بادره حسنه، يعني واحد التجربه اللي هي نموذجيه اللي تتحل واحد الاشكاليه اللي زعما فريمون وزاره الصحه ما عندهاش الحل، يقدر يتحل الحل وين على المدى الطويل. نتسناو حتى الوزاره تفتح الكونكور اصافوار واش يجي المنزل واش يلتحق اكسترا. دونك كاين هاد الاشكال يعني هاد الحل ديال التعاقد مع الطبيب يعني باش يضمن استمراريه الخدمات في المركز الصحي. وتنشكروا مره اخرى يعني الاشخاص ولا الناس اللي فكروا في هذه الفكره واللي فعلوها على ارض الواقع. مره اخرى تنشكر الدكتور على الخدمات اللي قام بها. جو كخو واحد الكلمه في القطاع تنتمنوا له التوفيق. ومره اخرى تنشكروا وتنرحبوا يعني بالدكتور حمزه. الدكتور حمزه يعني تنعرفوه ملي كنت انا في المستعجلات كان هو بغيت يدير بروميير اني ميديسين، ياك كان تيجي تيدير معنا بروميير اني ميديسين، ودابا تبارك الله دكتور ومحلاك. وكما تنقول لهم راه صيفطنا لكم ماشي دكتور، دكتور عسكري. علاش؟ لانه خدم في المستعجلات. شوف احنا اللي تيخدم في المستعجلات ديال المستشفى بنوباجه عسكري، دونك هذا اعتمدوا عليه. حنا ان شاء الله غادي نحاولوا يعني نجودوا الاتفاقيه واللي تنطلبوه وطلبناها السيد العامل والسيد رئيس الجامعه السيد باش اولو ان شاء الله نحاولوا نجددوا هذه الاتفاقيه ونجودوا يعني ذاك الضغوط ديال الاتفاقيه باش تكون لنا نسبه للطبيب اكبر تحفيز يعني من العيد الصالح. ونحاولوا ان شاء الله نخدموا يعني احنا من جهتنا غادي نحاولوا في وزاره الصحه باش نوفروا الاطر الطبيه والتمريضيه ويعني شنو هو الاوبجيكتيف ولا يعني الهدف اللي هو نخلقوا واحد المستعجلات الطبيه للقرب. انه هو دابا راه ما بقاش خاصو غير واحد سونتر سونتي، خاصو ايرجونس ميديكال دو بروكسيميتي اولا كاع ان اوبيتال لوكال. تبارك الله راه ولا حضاري راه ولا مدينه. دونك خصنا يكون عندنا الهدف كامل اننا نخلقوا مستعجلات طبيه للقرب. كي دي مستعجلات طبيه للقرب خص اوتور طبيه فوق عينو ابارتيغ دو 4 ميدسان والممرضين والطاقم الصحي اللي خص يكون هاد المستعجلات الطبيه للقرب. في انتظار ذلك حنا عندنا في وزاره الصحه برنا على الخصص، خرجوا لي بوست برنا بوست في وادي، وعندنا بوست اللي هو كونتراكتيير وغادي نعملوا ان شاء الله باش نحاولوا نديروا نغطيو الجماعات اللي باقيين المجاور يعني دائره وادي اما بالاطباء ديال وزارة الصحة والأطباء المتعاقدين. إذا مرة أخرى تنشكر الجميع، تنشكر مدير مركز الإسعاف الاجتماعي السي عمر، تنشكر الجمعية وتنتمنى مسيرة موفقة للدكتور في القطاع الخاص ومسيرة والتوفيق والله يعاونو في يعني في العمل ديالو في المركز الصحي ودابا. مرة أخرى نشكر الجميع وشكرا لكم جميعا.